بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. هنستكمل مع بعض دروس منهج التربية الفنية في مجال الثقافة الفنية الفصل الدراسي الأول، مع الدرس الرابع في الثقافة الفنية وهو فن التجليد. قبل ما أبدأ الدرس أحب أفكركم بالدرس الثالث اللي هو أشغال القش والخيزران. مراجعة سريعة على أهم النقاط في أشغال القش والخيزران. اتكلمنا في بداية الدرس عن القش وقلنا إن القش هي صناعة شعبية، والقش المستعمل هو قش القمح والشعير. اتكلمنا كمان عن الخيزران وقلنا إنه بينمو على ضفاف نهر النيل والترع والقنوات المائية، وبيستخدموه في بناء أسقف المنازل الصغيرة، وبيتصنع منه المزمار والناي وأعمال الديكور المنزلية زي الكراسي والترابيزات. اتكلمنا كمان عن الجريد وقلنا إن بياخدوه من النخيل، أو بياخدوا الجريد من النخيل، والجريد نوعان بلدي وصعيدي. وذكرنا كمان وقلنا إن أسوان والفيوم من أشهر المحافظات في إنتاج المشغولات الفنية من أعمال القش والخيزران والجريد. هنخش بعد كده على الدرس الرابع وهو فن التجليد. فن التجليد أو فن تجليد الكتب ملازم لصناعة الورق منذ العصور الوسطى، الذي ازدهرت فيه فنون الكتابة والخط والتزهيب. يبقى معنى كده أن فن تجليد الكتب هو من الفنون القديمة المعروفة، وكان الهدف من ابتكارها هو الحفاظ على الكتب من التلف. ومر فن التغليف بعدة مراحل، كانت بدايته من خلال وضع ألواح خشبية على الكتاب كغلاف واقي له، وفي الغالب كان بيتم زخرفته بقطع من الذهب والفضة أو العاج، وأيضا قطع من القماش الحرير أو الأحجار الكريمة. وبعد ذلك بدأ الاتجاه إلى الكرتون الورقي المقوى. والتجليد نوعان، نوع آلي ونوع يدوي. بالنسبة للنوع الآلي هو بيعتمد على السرعة، وبيتم في المطابع الكبيرة باستخدام الآلات والعدد الكبيرة، ويتم يوميا تجليد ملايين من الكتب باستخدام الكرتون الخفيف والسميك والورق بأنواعه، وبعض الخامات المساعدة كالأقمشة الخفيفة والمشمع والجلد مع المواد اللاصقة المناسبة، أو بالحياكة والتدبيس، أو بالكبسون باستخدام شريط الدبارة. ده بالنسبة للتجليد الآلي. هنخش بعد كده على التجليد اليدوي. والتجليد اليدوي وهي يعتبر طريقة سهلة تستخدم في المنازل. طيب، بيتم بعيدا عن المطابع وباستخدام أدوات التجليد البسيطة والأوراق والمادة اللاصقة، بيتطلب دقة ومهارة عند الممارسة، وبيستخدم التجليد أيضا في أعمال الألبومات والملازم والحقائب الورقية، ويضاف إليه بعض الزخارف الفنية. طيب، يبقى معنى كده أهم حاجة عندي، أو أهم حاجة أكون عارفها في الجزئية اللي اتكلمنا فيها اللي هي فن التجليد، إن التجليد نوعان، نوع آلي ونوع يدوي. تمام؟ وقلنا إن النوع الآلي ده بيتم في المطابع الكبيرة، والنوع اليدوي ده ممكن بيستخدموه في المنازل. طيب، واتكلمنا كمان وقلنا برضو إن من أهم نقطة برضو اتكلمنا فيها إن فن التجليد أو فن تجليد الكتب هي يعتبر من الفنون القديمة المعروفة، وكان الهدف من التجليد هو الحفاظ على الكتب من التلف. ده كده يعتبر جزئية بسيطة عن فن التجليد، يعتبر الجزء أو الدرس الرابع في المنهج التربية الفنية بتاعي.